في الدعاء والحمد في الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمدتك يا ربي وشكرتك، حمدتك يا ربي وشكرتك، لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين. مرة مديرو المكان نحش، كنت بيت جالسة ونصبح جالسة، العافية العافية العافية. هادي عام وشهر ناط ليا بحال شكل موجود، بحال شكل موجود ويا نايض، انا يداعي ما تفرقعت ما لحق رمضان، هي تفرقعت خرجت داكشي خرجي على برا من رمضان، وين ما كنحش وهي دايزه ليا، كلبات جالسه ونحمد في الله، كلبات جالسه ونصبح جالسه ونحمد في الله ونشكره. ملي كنمشي للسبيطار حتى حل ما كيعطيني شي حل، حتى الطبيبه ما كتقرب ليا، كيشوفوا ليا من بعيد وكيصورها في البورطابل كيقول لي سيري ديري هادي وهديري هادي، كيصوري صوري ها ما الدواسة ما كلشي كنصورهم حتى حد ما عطاني شي حل، وقال لي سيري ديري الشيمي. والحمد لله كنت خدامة على والدي الله يرحمهم، الله يجعل عليهم نور على قبرهم. يطرى ليا ما كنتش عالمة علي وما كنتش عارفة قدرة ديال الله، اللهم لك الحمد، حمد الله وشكرته، حمد الله وشكرته، اللهم لك الحمد، كتب لي الله ما عندي ما غنديه، راضية بقضاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، حمد الله وشكرته، اللهم لك الحمد، حمد الله وشكرته على كل حال. تحت ما كيقربوش ليا، مشيت الارجون الطبيبة شافتها هي من بعيد، قالت لها عطات اختي، قالت لها عطاتها البيطادين وعطاتها السيروم، قالت لها سيري عودي دوالها في الدار، واختي دابا اللي مقابلاني كداوي عليا يوميا، كداوي عليا حرايق والعافية شاعلة فيا، قولي بحال الحكاية السودانية عليها. العافية العافية العافية، اللهم لك الحمد، حمد الله وشكرته، كتب عليا الله ما عندي ما عندي، الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد، حمد الله وشكرته، لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي أصابني الظروف أنت أرحم الراحمين، لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي أصابني الظروف أنت أرحم الراحمين، لا إله إلا الله، سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي أصابني الظروف أنت أرحم الراحمين. الحمد لله، اللهم لك الحمد، كتب لي الله ما عندي ما ندير، الحمد لله، حمد الله وشكرته، حمد الله وشكرته، الله يسمح لي من خواتاتي اللي كنسهروا معايا، كنسهروا كنصحاب كنسهروا معايا، الحمد لله الحمد لله، كيسمعوا لي الجيران، الجيران تما كيسمعوا لي وعارفين الظروف ديالي وكنبقى فيهم، الحمد لله، اللهم لك الحمد. والو والو، مشيت عند الطبيب قال لي بغيتي ندير لك العملية 5 مليون، أنا ملي جاتني 5 مليون الله اللي عان بيا، ما عندي تا مدخول، ما عنديش ما عندي تا راسيت في البنك، السبيطارة ديال هادي الراميد باش كنمشي ندوز، اللهم لك الحمد. لا لا، كنت كنشدو كنخسرو على والدي الله يرحمهم، بغيت لي حيد لي الدور، بغيت نعس حيد لي دري، وبغيت نعس ما كنعش، مره من داهم ما كنعش، كلبات جالسه نحمد في الله ونستغفر الله ونقول في الدعاء ونحمد في الله، قعدي اخواتاتي الله يخليهم لي، الله غي الخيره في اختي هادي كداويني كتصب لي حوايجي، قابلاني ودار معايا الخاطر بزاف، وخا شويه كانت تعصب كدير معايا الخاطر. كتعطيني الحريق بحال حكاية السودانية، اللهم لك الحمد. وكنطلب من المحسنين الله يحن قلبهم عليا، الله يثبت اجر ديالهم. من رمضان تفرقعت لها البزولة، من رمضان وهي كتعاني، وكان جا حجر صحي ما كاينش تماك، بقينا حتى شهر 6،
بقيت كنداوي لها، وداك الشيء ملي كنمشي ما كانش، كانت كورونا وحجر صحي حتى لشهر 6 ملي جات تخفيف حجر صحي ديتها، درنا لها السكاليرات، عطاونا درنا السكاليرات، داروا داك سميتو، بغيت شي وحده تداويها ليها، وداك سميتو ما كاينش اللي كتقرب ليها، كتشوف ديك الحاله ما كتقدرش تقرب لها حيت عندها حفره كبيره بزول، راه شتا مديره ليها، دارت ليها، وملي درتها وليت انا كنداويها. اه ورا اختي اللوحه، اللوحه اختي كنداوي، يعني درت اضطريت نداوي اختي، ما نقدرش نخليها، كنبقى سهرانه معاها، هي كتالم بالليل وانا كنتالم معاها، يعني كنبقى معاها، خاصني كل ساعه نداويها، خاصك ما بدلتيش ليها، كتولي عامره كلها، خاصك نحيد لها الحوايج ونبدل ليها ونكهدها ونخليها، نقدر نلوح اختي والحمد لله. حتى الفرمليه حتى حد ما كيقدر يقرب، كانت بصحيح حتى هي اللي كانت خدامه علينا، هي اللي كانت خدامه على امي، كانت خياطه، وهي اللي كانت فهمتي هزانه، وهي عار ملي ماتت امي كانت عندها واحد العلاقه مع امي بزاف، ملي ماتت امي تفقست على امي صافي، وهي تجي هذيك الحاله صافي، دارتها بزولته، وهي تفرقع على البزوله. اه كانت مترطه بامي حتى الاقصى درجه، يعني واحد الرابطه، ما كانت الا بغات تخرج القيصريه خاصها تكون امي معاها. توفات امي ما بين الام ديالي والاب ديالي شهرين، توفات الام ديالي تبع الاب ديالي صافي، هذه الحاله ديالها، يعني بين النهار والليل لقات، يعني ما كاينه لا ام لا اب لا والو. الحمد لله، الله يرحمه ويرحم جميع الاموات. واش غندير والديا نو، اللهم لك الحمد، الله يخليهم ليا كاع لي خطاهم عليا، الله يحفظهم ويجيهم كاع لي خطيهم، الله يسمح ليا بجيتهم، الله يسمح ليا بجيتهم، وكنخليهم شي يعسوا، كنسهر ونسهرهم معايا، الله يسمح ليا بجيتهم، الله يسمح ليا بجيتهم. بغيت يتحيد لها داك الالم، يتحيد ليها، تحيد البزوله، ما عنديش المشكل، يحيدوا لها البزوله، عاد تشاف اختي وتصح وترجع كيما كانت صافي، هادشي اللي بغيت.